اهلا بحضراتكم. نبتدي معاكم جولتنا في اهم وابرز عناوين صحف القاهره الصادره صباح اليوم، وبيشاركنا فيها النهارده الاستاذ حمدي حنضل مدير تحرير جريده الجمهوريه. صباح الخير يا اهلا بيك يا استاذه منى، واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. نبتدي بصحيفه الجمهوريه، عنوانها السيسي وخادم الحرمين وقياده 23 دوله شهدوا الحفل الختامي لدرع الخليج المشترك واحد، اعلى درجات الاحتراف القتالي في تنفيذ المهام واداء مميز للقوات المصريه. يعني اولا خلينا نقول انه الحمد لله يعني ان احنا القوات المسلحه المصريه قوه يعني كبيره جدا في هذه المنطقه. انت عارف ان الجيش المصري هو احد 10 جيوش قويه على مستوى العالم. النهارده اكثر من 25 دوله بيشاركوا في هذه المناوره او هذا التدريب المشترك على مدى ما يقرب من شهر، يعني هم بداوا في 18 مارس الماضي وأنهوه يمكن مواكبا لانتهاء القمة العربية. الظرف اللي بتنعمل فيه أو اللي عقدت فيه هذه التدريبات المشتركة ظرف غاية في التعقيد على مستوى سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو في مواجهة التحديات الكبيرة جدا اللي بتحيط المنطقة العربية. هذا التدريب المشترك بين هذه القوات الكبيرة والمتعددة، وده الأول مرة يحصل أن في 25 دولة تجتمع مع بعض القوات المسلحة بتاعتها وتقدر تعمل تدريبات مشتركة بهذا التنوع وبهذه الآليات وبهذه المعدات الضخمة الكبيرة، شيء كبير جدا جدا. في وسط الحمد لله في وسط هذه ال 25 دولة برزت أيضا قوة الجيش المصري وقوة العناصر المصرية المشاركة في هذا التدريب بشكل أصبح يعني الكل أصبح يعرف بقوته. النهاردة أنت التنوع اللي موجود في هذه القوات كمان مش بس يشمل قوات عربية، مصر والسعودية وعدد من الدول العربية، لا ده شمل قوات عربية وقوات من آسيا، قوات من أمريكا، من أوروبا، يعني من أفريقيا. فأنت يعني قدرت تعملي هذا التجانس الكبير في على الأرض السعودية بما يعني ويعطي رسائل كبيرة وكثيرة جدا للخارج أنه هذه المنطقة لن تكون مستقبلة فقط للضربات ومستقبلة فقط لمخططات الآخرين، وإنما ستكون منطقة صانعة للمستقبل، وأنه التحالف اللي موجود في هذه المنطقة واللي بتقوده مصر وتقوده السعودية، هذا التحالف يمكن أن يكون قوة كبيرة جدا حماية لأمن المنطقة العربية وحماية الأمن القومي العربي وحماية أيضا أنت عارف أن المنطقة المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة بيحطها عوامل تحديات كبيرة، خاصة من يعني تعرضها لبعض الصواريخ الإيرانية القادمة من الحوثيين في اليمن، وهذا الأمر بالنسبة للسعودية مقلق إلى حد كبير. لا، مصر النهاردة موجودة في هذه المنطقة بتقول أنه لن نسمح لأحد بأن يعتدي على منطقة الخليج أو يمس شعوبها أو يمس حدودها. عنوان صحيفة الأخبار، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كلمة الرئيس أمام القمة العربية واضحة وفاصلة وجامعة، التحديات الكثيرة تستدعي ضرورة التكاتف لمواجهة الأفكار المتطرفة. إيه أبرز العناصر اللي تضمنتها كلمة الرئيس؟ شوفي، أولا يعني خلينا نقول أولا أنه ثبت يعني قوة وثبات ونجاح الرؤية المصرية على مدى الفترة اللي فاتت كلها. مصر لما قالت أن الفصائل الفلسطينية يجب أن تتوحد حتى يكون هناك محاور فلسطيني معترف فيه دوليا، كانت على حق. مصر كانت على حق أيضا لما قالت أنه هذا الذي يدور على الأرض السورية عراك دولي أو عراك إقليمي لا جدوى منه، أن الشعب السوري بيدفع ثمن غالي لده، وأن المدن السورية تحولت إلى أطلال بسبب هذا الصراع العبسي غير المجدي، وثبت صحة الرؤية المصرية في هذا الأمر. ثبت أيضا أنه المستنقع من اليمن ليست سوى مستنقع كان الهدف منه أنه جر الدول المنطقة وجر الدول النفطية إلى مواجهات تستنزف طاقتها وتستنزف قدرتها، ولم يعد أمام العالم كله إلا أن يسعى للحل السلمي في هذه المنطقة. إذن أنت الرؤية المصرية ثبت يعني على مدى كل اللي قاله الرئيس عبد
فتح السيسي خلال الاربع سنين اللي فاتوا بيتحقق وبيتاكد للعالم انه هو لم يكن ينطلق من يعني من وجهات نظر خاصه، الا ما كانت وجهات نظر مبنيه على مقدمات وعلى اسس، ولها نتائج تحققت كلها على الارض. نيجي النهارده للقمه العربيه، قد ايه كانت رسائل الرئيس كانت واضحه جدا في القمه. الرئيس بيتكلم على شعور عميق جدا بالتحديات التي تحيط المنطقه العربيه بما يستوجب تكاتف عربي قوي في مواجهتها. يعني تعرف زي ما يكون بيقول اصحوا يا عرب، يعني افيقوا يا عرب، خلونا يعني استيقظوا يا عرب، انتوا النهارده في محك خطير جدا جدا ربما لم يسبق ان المنطقه العربيه مرت بيه قبل كده. كفايه بقى صراعات وكفايه تمزق وكفايه، خلونا ننطلق للمستقبل، خلونا نبص لقدام هنقدر نعمل ايه. التحديات اللي موجوده دي مش سهله ومش كافيه، يعني دوله واحده ليست بقادره على ان هي تواجهها، انما ده يحتاج تكاتف الدول العربيه كلها مع بعضها. ايضا ضمن رسائل الرئيس انه لن تسمح مصر ولن تسمح الامه العربيه بان دول الجوار تعبس بمقدرات الوطن العربي، وانت عارف حضرتك انه دول الجوار لما نيجي نتكلم عنها عندك بشكل واضح جدا ايران، تحذير لايران يعني كف ايديك واذاك عن المنطقه العربيه، تركيا كف صوابعك، وانت شفت حضرتك تركيا واللي عملته في سوريا، انت عندك كمان اسرائيل، يعني كل هذه القوى عليك ان يعني تكف ايدك عن العبث في المقدرات العربيه، وعايزين يبقى في عندنا قوه عربيه قويه متجانسه تقدر ان هي تكون في مواجهه هذه التحديات. كان الرئيس برضه واضح جدا في الكلمه بتاعته على استمرار دعم مصر للقضيه الفلسطينيه، وان يعني دي قضيه القدس قضيه ما فيهاش هزار، بل تحتمل التاجيل او التسويف او المماطله او المناورات، لان قضيه القدس ستظل ابديا هي قضيه عربيه، ولن يمكن لاحد ولا القوه في العالم ان تمحي هذا الامر من الذاكره العربيه او الوجدان او الضمير العربي الواحد. نعم. في الأهرام مضاعفت السلع الغذائية استعدادا لرمضان، 4 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية والخبز. إيه رأي حضرتك في الاستعدادات اللي أعلنت من الوزارات المختلفة قبل رمضان؟ أولا كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل السادة المشاهدين بكل خير. إحنا النهاردة أول شعبان، ويا رب إن شاء الله يعني ندرك رمضان بكل الخير وبكل التوفيق. إحنا داخلين على يعني أيام مفترجة وشهر خير يا رب علينا كلنا. إحنا عايزين الدولة بتحاول من ناحيتها توفر السلع بشكل كويس، بتحاول إن هي تنزل كميات إضافية من اللحوم سواء كانت الداجنة أو اللحوم الحمراء، بتحاول إن هي يعني تزود المعروض عشان تريح السوق من ناحية الأسعار. أنت عارف حضرتك إنه كلما زاد المعروض كلما يعني هدأت الأسواق في هذا الأمر. إحنا عندنا كمان شهر مفترض، عندنا ناس كتير جدا بتتبارى في إن هي تعمل يعني موائد للرحمن، بتعمل شنط وحقائب لشنط للناس الفقراء، في مليون يعني شنطة الدولة المصرية بتوفرها للفقراء مجانا، في 500,000 شنطة الدولة ألزمت بيها وزارة التموين تعملها بأسعار يعني الجملة أو بأسعار رمزية للناس، في عندك شوادر موجودة لبيع اللحوم، عندنا يعني شركات سواء كان منافس تابعة للقوات المسلحة، يعني الناس كلها يعني أنا يعني وكلنا مواطنين وبنشوف يعني قد إيه هي يعني لبت مطالب فئات كثيرة من هذا الشعب العظيم الشعب المصري. شفنا منافس للداخلية في سواء كان اسمها أمان أو غيرها، دي برضو قد إيه بتعمل شغل كويس. شفنا المنافس بتاعت وزارة التموين اللي يعني اللي احنا كنا بنتمنى ان هي تنتشر اكتر واكتر، انما برضو شغالة بشكل كويس وشغالة بتأدي دور كبير في يعني تهدئة الأسعار. عايزين بقى المواطن ما يتكلفش، يعني اذا كانت الدولة من ناحيتها بتوفر هذه السلع للناس، فعايزين برضو المواطن ياخد على قدر ما هو عايز. احنا انت عارف حضرتك استاذة منى، يعني احنا عندنا ما ياخدش بزيادة، عندنا مزاج كده كيف ان احنا يعني لو مكان يعني ان احنا نجيب ونحط على الترابيزه ونحط اللي يتاكل يتاكل واللي يترمي يترمي، حرام. يعني ليس هذا من سمات لا شهر شعبان ولا شهر شوال ولا من سمات الدين الاسلامي ولا من سمات اي دين انك انت تجيب ما لا تاكله، يعني انك تضع على المائده ما ترميه، يعني حرام، يعني ده شيء مرفوض في كل الاديان وفي كل القيم وفي كل الحضارات يعني.
فانت النهارده مطلوب ان احنا نقول الدوله بتوفر من ناحيتها السلع، وانت كمواطن عليك انك انت لا تاخذ الا ما تحتاج عشان تدي فرصه لغيرك وغيرك وغيرك ياخد منك تنسي هذا الامر. الدوله كمان من الناحيه الثانيه وفرت، حاولت تامن او تسعى لتامين احتياجات الناس من البوتاجاز، انه برضه علشان شهر رمضان انت عارفه بيبقى فيه استهلاك اكتر، وربنا عز وجل يعني ينعم على الناس بما هو خير، فبيبقى يعني البوتاجاز موجود، ما نلاقيش الانبوبه ام 35 بقت تنباع ب 70 وب 80، لا يعني. فهنا الدوله بتقوم بدور في ده، والحقيقه الدوله ما بتبخلش، وشفنا الدوله قبل كده في مواقف زي كده قد ايه يعني كانت يعني وقفتها لها دور ايجابي ودور قوي في ضبط الاسعار. ان شاء الله نتمنى انه الدوله من ناحيتها تقوم بواجبها، المواطنين ايضا من ناحيتها يقوموا بواجبهم، التجار ايضا يعني يغلوا بمناسبه شهر رمضان الكريم وبمناسبه شهر شعبان، والنبي ارحموا الناس، ويعني ما تقصوش على الناس في المغالاه في الارباح بتاعتكم او في المكاسب بتاعتكم، قليل من المكاسب تكفي، وربنا يديمها عليكم نعمه يا رب ويكتر خيركم. نروح المصري اليوم، البرلمان يحاصر إرهاب الإخوان، النواب يوافق على التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ويؤجل التصويت النهائي. نعم، هو أولا تأجيل التصويت النهائي حتى يكتمل النصاب القانوني لإجراء التصويت، دي النقطة. إنما إن ده يعني إجراء كان مطلوب جدا، أنت عارف إن خلال الفترة اللي فاتت صدرت بعض أحكام من القضاء الإداري بالإفراج عن بعض أموال تابعة لبعض العناصر الإخوانية. هنا المسألة دي الدستور المصري بيلزم الدولة والحكومة بإن هي تعمل إجراءات لضبط أو تكفيف منابع التمويل الخاصة بالإرهاب، جزء من ده القانون ده تنفيذ لهذا النص الدستوري اللي هو تكفيف منابع تمويل الإرهاب. النهاردة أصبح يعني بصدور هذا القانون أصبح النهاردة أنه الأموال بتاعة الإرهابيين سواء كان على المستوى الشخصي أو على مستوى الكيانات الإرهابية، وإن كان كلمة الكيانات موجودة في قانون آخر إنما في هذا القانون لها مدلول مختلف، زي ما قال الدكتور علي ابو علي امبارح في المجلس، انه احنا النهارده بنتكلم على انه يعني مش معقول انت تمول قتل الابرياء وقتل الاطفال وقتل النساء، ويبقى المال اللي انت بتعمل منه ده انت 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 خدته في سكه تانية. المال اللي ربنا اداهولك عشان هيسالك عنه يوم القيامه فيما انفقت، تيجي انت تاخده عشان تصرفه على قتل الابرياء وقتل الدوله المصريه، ما اعتقدش ان ده يستحق ان انت يبقى انت انسان غير رشيد، انت انسان غير امين على هذا المال، وبالتالي يؤخذ هذا المال او يدار، هو طبعا الكلام عن اداره هذه الاموال، ان يديره من هو جدير به وهي الدوله المصريه، ولما بتديره لصالح الناس المنكوبين اللي انت او اللي انت بتستهدفهم بالقتل والتخريب والدمار. اذا النهارده ده قانون مهم جدا جدا جدا، بيأكد قوة الدولة المصرية وإصرارها على اكتساز جذور الإرهاب وعلى أيضا تجفيف منابع الإرهاب ومطاردة الإرهابيين حيثهم. في جريدة الجمهورية، النظام الجديد للثانوية العامة إصلاح وتوفير، إعادة توزيع 800 مليون جنيه تكاليف امتحانات الثانوية، استعدادات مكثفة لتحميل المناهج على التابلت والمشكلة في أسلوب التنفيذ. النهاردة الحقيقة هيكون عندنا حوار في هذا الصباح عن النظام الجديد للثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة على الأبواب خلاص، بس هل انطباع حضرتك أنه الإجراءات الجديدة هتحل مشكلة الثانوية العامة؟ خلينا نقول يعني كذا نقطة في هذا الموضوع. أولا يعني قدر لنا أن نلتقي بوزير التربية والتعليم لمدة طويلة من الوقت، شفنا هذا الرجل قد إيه بيحاول أنه يعمل طفرة كبيرة في التعليم في مصر، شفنا قد إيه، وده كان الكلام ده في من خلال حوار في جريدة الجمهورية، شفنا قد ايه هو كان يعني الراجل مصر وعنده تكليف من القيادة السياسية وعنده التزام من جاد جدا بانه يسعى الى تطوير التعليم في مصر، وانه احنا النهارده في وضع يعني كلنا بنشكو من سوء وتردي وضع التعليم في مصر. هو النهارده هيبدا في مستويين، المستوى الاولاني هيبدا بيه من الحضانة
واخد بال حضرتك، وده من اللي هي يعني كي جي 1، وهيشتغل معاهم من الاول كده لغايه ما ربنا يوفقهم ويعدوا، يبقى هو بدا مع الجيل الجديد اللي على مدى ال 14 سنه اللي جايين يكونوا يعني قدرنا نطلع منتج مقبول يعني. الحاجه الثانيه اللي ان هو الثانويه العامه اللي هتبقى نظام اللي هي الثلاث سنوات اللي هي اولى وثانيه وثالثه، وطبعا الناس قلقت من هذا الموضوع، وانت عارف حضرتك ان في عندنا للاسف شديد مافيات كبيره جدا يا استاذه منى، كلما ظهر فكره للتطوير كلما اشتدت هذه الموجات وبيلعبوا على عواطف الناس وبيلعبوا على يعني يقول لك يعني الناس كقرفانه من سنه واحده ثانويه عامه او سنتين ثانويه تخليهم له ثلاث سنين، هي الناس ناقصه، هي الناس مش عارفه تعمل الشغل، النبره اللي هي التخويفيه والترويعيه اللي هم بيستعملوها ضد التطوير. لا، احنا عايزين نستقبل التطوير بشكل بصدر رحب. احنا هدفنا في الاخر انه احنا عندنا النهارده في انت عارفه حضرتك يعني توجهات ايجابيه في مجال التعليم، عندنا مدارس يابانيه النهارده هتبدا تشتغل مع بدايه السنه الدراسيه الجديده، وعندنا يعني تدريب رائع جدا للناس دي بيعد لهم عشان يبقوا فعلا نواه جيده. لما انت تبداي يبقى انت عندك تنويع في التعليم، عندك كمان النهارده لما المدارس النموذجيه اللي هي التابعه للدوله قد ايه بتحاول ان هي تطور ادائها، عندنا المدارس اللي هي المتميزه قد ايه بتطور ادائها، عندنا مدارس صينيه في بعض المحافظات موجوده، وبالتالي انت عندك النهارده هذا التنوع اللي موجود بيساعد على الارتقاء بمستوى العمليه التعليميه في مصر. الجانب الثاني انك انت وانت ماشيه في ده انت بتعملي تطوير على من القاعده للقمه، بتبداي من كي جي 1 وانت طالعه وانت رايحه لغايه نهايه المرحله الثانويه، وانت من الناحيه الثانيه كمان بتبداي مع اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالث ثانوي. الخطه بتشتغل حوالي 14 سنه، انا بقول يا رب لو نقدر ان احنا نختصر الزمن ده الى اقل من هذه الفتره، اعتقد ان احنا كده نبقى عملنا خدمه كبيره جدا 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 للمجتمع المصري. كل اللي مرجوه ان اولياء الامور ما ياخدوش المساله يعني بضيق او بحده او بنوع من انواع رد الفعل. اولا لسه الوزير امبارح بدا يشرح النظام الجديد، محتاجين مزيد من المعلومات، محتاجين مزيد من الشرح، محتاجين وكل حاجه قابله للتجربه والتعديل. ما احنا يعني هذه التجربه ليست قرانا يعني على دماغ الناس كلها مقدس، لا، دي تجربه انسانيه، تجربه بشريه، واحنا ماشيين بنعدل وبنظبط، لان انت عارفه ان المعلم النهارده محتاج تدريب اكتر، التلميذ محتاج نوع من الضبط اكتر، ضبط الاداء في المدارس. وبالنسبه للطلبه انت عارف خلال الفتره اللي فاتت قد ايه المدارس كانت بتبقى خاويه على عروشها، الطلبه كلها سايبين المدارس وكله شغال على دروس خصوصيه، المدرسين سايبين الفصول وبيدي فلوس، يعني انا شفت والله ناس بتدي من اذان الفجر دروس خصوصيه، يعني ده حرام يعني واستنزاف المليارات في هذا الامر. هذه المافيا لن تهدأ، لانه النظام الجديد مش هيسمح به دور للمدرس في انه يقوم، هو اللي يقدر ان الطالب ينجح وما ينجحش، يجيب درجات عاليه او ما يجيبش، لا، ده هيبقى نظام الكتروني، الامتحان الكتروني، ومن خلال هيئه وطنيه سياديه هتوضع فيها بنك الاسئله، وكل مدرسه تاخد الاسئله اللي هي من بنك الاسئله مباشر، الاجابات بتروح على بنك الاسئله هي اللي بتصح الكتروني، مفيش تدخل بشري، مفيش مدرس هيجبرك يلوي دراعك عشان ياخد ابنك يوديه غصب عنك توديه الدرس عشان ينجح. ارجو ان المجتمع يفسح صدره لهذا التطوير وما يتضايقش وما يمشيش ورا موجات التهييج والإثارة اللي البعض بيحاول يعملها دفاعا عن مصالحه ودفاعا عن أنانيته. عنوان التالي من صحيفة الجمهورية: الاستثمار تطلق مبادرة دعم المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، تقديم حوافز للشركات التي تقوم بدور مجتمعي بالإضافة إلى تمكين المرأة والبحث العلمي وريادة الأعمال. نعم، خلينا نقول ان احنا يعني هذه الفتره من تاريخ مصر فتره حافله بالمبادرات الايجابيه، مبادرات طيبه. النهارده لما نيجي نتكلم على المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال والقطاع الخاص، خلينا نقول انه ما ينفقه
رجل الأعمال وما تنفقه شركات القطاع الخاص للمجتمع المحيط بيها والارتقاء بيه، سواء كان الارتقاء التعليمي أو الارتقاء الخدمات أو الكلام ده، إنما هو لحفظ مالك أنت. وإنت بتعمل ده أنت بتصون مالك أنت، لأنك بتخلق من الناس المحيطة بيك، المجتمع المحيط ده، بيئة حاضنة لاستثماراتك، بيئة حاضنة لمنشأتك، بيئة حاضنة لنجاحاتك، بيئة حاضنة لمستقبلك. أنت من خلال العمل المجتمعي، من خلال لما أنا ألاقي شركة ما قايمة حوالينها بجهد، ويمكن احنا شفنا شركة قناة السويس لما بتعمل شغل كتير قد إيه في منطقة القناة، تعمل بنية أساسية في المياه الشرب بصرف صحي في منطقة القناة، يعني هيئة قناة السويس. شوفي قد إيه لما تيجي تتكلم عن هيئة قناة السويس في منطقة القناة يتكلموا عنها باحترام وبتقدير شديد جدا، ويقول لك الهيئة عملت لنا كذا، الهيئة جابت لنا كذا، الهيئة سوت لنا كذا. هنا أنت بتعمل بيئة حاضنة تخلي الناس دي كلها بتتكلم عنك بشكل محترم، ضميرك يعني صاحي وفاهم ان الناس دي، انت لما بتعمل ده بيصب في الاخر لصالحك. لذلك احنا بنقول ان هذه المبادره، كمان الدكتوره سحر نصر اعلنت عنها امبارح وقالت ان انا بعمل هذه المبادره علشان القطاع الخاص يعني يقوم بدوره، وبنعمل هندي جايزه لاحسن شركه او احسن قطاع خاص يقوم بدوره في هذا الامر. انا بشكر حضرتك جدا استاذ حمدي حنظل مدير تحرير جريده الجمهوريه على رؤيتك التحليليه لعناوين صحف القاهره هذا الصباح. شكرا لك. انا بشكرك. مستمرين مع حضراتكم موجز اخبار الساعة، من بعده نستكمل حواراتنا في هذا الصباح.